السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كلشيكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة الصخيرات، وحنا كنتواجدوا في الجنبات ديال مشروع الياسمين ومشروع البساتين وميموزا والرياحين. غادي ناخذكم في واحد الجولة مميزة باش تشوفوا معايا محلات تجارية للبيع. يا سلام، هنا بدات الاصلاحات، هنا الاصلاحات انطلقت. كاين واحد المفاجاه غتكون هنا في القنت ان شاء الله، محل كبير، داكشي زويون على اعلى مستوى. هنا كما كتشوفوا معنا دائما هنا مشروع الياسمين، وغادي ندخل معكم باش تشوفوا معنا ابرز المحلات التجاريه. هنا كما كتشوفوا معنا مجموعه من المحلات التجاريه، غيكون واحد الرواج اللي هو مزيان هنايا، أثمنة جد مناسبة وفي المتناول. بالنسبة للطريق اللي كتدخل على اليمين وعلى اليسار لداخل راه ما كاينش محلات تجارية. اليمين كذلك هنا واليسار ما كاينش محلات تجارية، هنا كاين تجمعات سكنية. هنا كاين البيبان ديال العمارات من الداخل، يعني الحوانت اللي كاينين جاو على الشارع، هذا هو اللي كاين. بالنسبة لرقم التواصل، أي معلومة بغيتوها فأخوكم أيوب راه الإشارة، الرقم هو 06 91 65 48 92. اللي كنبغي ناكد لكم ان محلات تجاريه ان شاء الله اللي غتكون مربحه 100%. علاش؟ لان اي بلاصه كيكونوا فيها يعني الناس، كيكون فيها الرواج، كيكون فيها الدراوش، كتيسر، هذا هو اللي كاين. فكنقول لكم محلات تجاريه هنا الياسمين، وعندنا محلات تجاريه اخرى هنايا في الرياحين، الرياحين في اليسار ديالي هنا، الياسمين في اليمن. المساحات كيبداو من 22 متر فما فوق، وانا طالع بكم هنا على اليسار ديالنا راه كاين سوق نموذجي، كاين ملاعب قرب. هنا كذلك عندنا بعض المحلات اللي جاو هنا على الشارع طريق دوب الفوا، وندخلوا المحلات اخرين اللي جاو حتى هما على الطريق دوب الفوا اللي طالعين لينا حتى للفوق، فغادي نشوفوا معطيات جديده. هنايا كنشوفوا السوق النموذجي، كنشوفوا هنا السلطات المحليه بالجنبات ديال السوق النموذجي، ربما هي اخبار الخير قادمه للسوق النموذجي ان شاء الله. الله يسخر الامور للجميع. الطريق اللي جيت فيها الاخوه راه غتجي دوب الفوا، غتدخل لينا هنايا. والمحلات كيف ما القاعده جاو على الشارع والداخل، كاين غير البيبان ديال العمارات، الناس ساكنين الداخل والمحلات التجاريه جاو على الشارع. طريق دوب الفوا هكا غتمشي لنا حتى لونيفا، وغتخرج من السونتر ديال الصخيرات. كذلك ومثال هنا على اليمين عندنا محلات تجاريه، وعلى اليسار كذلك محلات تجاريه، وهنا كذلك عندنا محلات تجاريه. اللهم بارك. صراحه غيجي واحد النهار اللي غنشوفو هنا بحال شي قيصاريه، كاع المحلات حالين، كاع المحلات عامرين ان شاء الله بواحد الشكل اللي هو منظم وزوين، وغتكون واحد التجاره اللي هي زوينه. الله يسخر الجميع، لان كنهضروا على مشروع ديال 32 هكتار 32 هكتار، ما سهلاش، ازيد من 8000 اسره، 8000 اسره، نقدروا نقولوا 10000 اسره، 10000 اسره تبارك الله، كل اسره بالافراد ديالها. هنا اشغال مهمه، شفتوني غيرت المسار، طريق دوب الفوا غتهبط ديريكت لتحت، امرهم خدامين هنا ان شاء الله على اساس غادي يحيدوا لنا هذا الجزء هذا اللي على اليمين، غيضربوا فيه واحد الجزء باش الطريق تهبط دوب الفوا حتى هي من لهيه. يعني كنشوف امور اللي هي مهمه، الناس خدامين عليها هنا، يلا يسخر الامور. بالنسبه للمحلات التجاريه كما قلت لكم، محلات اللي جات هنايا تبارك الله خدامه بواحد الشكل اللي هو كبير تبارك الله. خلاص المحلات اللي بداو قبل راه الناس غاديين، الله يسخر لهم يا ربي. اي واحد كيجري في طرف الخبز حلال الله يسهل عليه. هنا كما كتشوفوا معنا الاشغال انطلقات هنايا من اجل التوسعه ديال الطريق هادي، والله يسخر الامور يا ربي وان شاء الله يكون غير الخير. المهم اي واحد بغى شي معلومه الخوت في المحلات التجاريه للبيع، مرحبا. محلات تجارية للبيع ابتداء من 22 متر مربع الى حدود 305،
كما شفتوا الطريق شويه عامره الاخوان، الصبر ثم الصبر، لان ولات واحد الكثافه سكانيه تبارك الله هنايا في الصخيرات. نحاولوا ننظموا الامور شويه، كاينه حاله استثنائيه ديال الشاحنه اللي واقفه هنايا بخصوص الاشغال، فلازم نصبروا شويه ان شاء الله ما يكون غير الخير. هنا الطريق الوطني رقم واحد اللي كدينا في اتجاه مركز المدينه، وما بقى لي غنقول لكم ان شاء الله ولي في راسكم اي استفسار اي توضيح بخصوص المحلات التجاريه، فاحنا راه الاشاره الرقم 06 91 65 48 92.